انت للحين قاعده؟ على بالي نمتي. لكن قاعده ازهب اغراض حق ابوي. شغراضه بعد؟ ملابسه شغله. اي بعد قلت اخذ الادويه مره واحده واوريهم حق الدكتور عشان نشوف اذا يستمر عليهم ولا لا. اي تصدقين طافتني هالسالفه. انا باكر باخذ الادويه واوديهم عند الدكتور واسال عنهم. ما شنو هذا؟ شو هالملابس هذه كلها؟ كل هذا اللي قاعد قايسينهم؟ لا يما شقايسهم، انا قاعد اطلع ملابسي القديمه علشان اوزعهم على الفقاره. اي قديمه؟ هذه الملابس يدد. لا يما مو هذيلي، انا للحين في اغراض ما طلعتهم من الكبت. قولي قصدك قاعد تفكرين ايش تلبسين حق باكر؟ باكر؟ وين؟ حق المستشفى. لا يما المستشفى انا البس لها اي شيء. نعم نعم ايش فيك طالعيني كذي؟ ماكو شيء. مريم طيبة وحليوة بس مو غبية، كانت عارفة أن أمها مهتمة بالدكتور راشد، الدكتور اللي عبالة أن أمها إيه إختها. بس هالشي ما راح يستمر، لازم أحد يصحح للدكتور هالمعلومة، ومنو أحسن من مريم عشان يقوم بهالمهمة؟ ها خالصة؟ تيش لابسة؟ ترى احنا رايحين مستشفى مو حفلة. بدلة لقيتها عندي من زمان مو لابستها، يعني ما لبسها؟ اي اوكي لبسيها بس مو حق مستشفى، وايد ضيجة. الحين راح اخذ وقت وايد على ما بدل بدلة ثانية، ولا ما تبين تشوفين ابوك؟ يلا مشينا. لا الحمد لله يبقى نتائج التحاليل كلها جيدة. الحمد لله رب العالمين، ربي لك الحمد والشكر. بس دكتور السسترات هذوني قفضوني، كل ساحب ره كل ساحب ره، وما طقوني ابره سحبوا مني دم. خصوصا السستر هذه ليه متعاد؟ ما يخالف يبا، التحاليل هذه لازم تنعاد لك كل يومين عشان نطمن على صحتك. نستحمل امرنا لله، نسوي بعد؟ تعبرني على شيء ثاني أبي بقى. سلامة عمرك وتعيش، ما تشوف شر إن شاء الله. الله يجيرك عن الشر. جزاك الله خير. دكتور هلا. بس بغيت أسألك، الأدوية هذه يستمر عليها ولا لا؟ شوف هذا ما له داعي، لأن إحنا قاعد نعطي نفس الدواء، وهذا فيتامينات عادي ما في مشكلة انه يستمر عليه، وهذا حق الضغط ضروري ياخذه حتى اذا طلع من المستشفى. مشكور وايد دكتور، ما تقصر. العفو، ما سوينا شيء. مريم تعالي، كنت قاعد اسال الدكتور عن الادوية مالت ابوك وشرح لي كل شيء بالتفصيل. مشكور دكتور. العفو، ما سوينا شيء. يما ابوي بيك. هو يما ايش فيك؟ ابوي بيك. ما شاء الله انت يمها. اي امي. حسبتكم خوات. الكل عبالة ان احنا خوات. اصلا انا تزوجت فرق العمر بيني وبين امي مو وايد، عشان كذي الكل عبالة ان احنا خوات. وناسه يمه صح؟ صح. خير ان شاء الله، انا اذنكم. تفضل. هو ايش فيك؟ يلا تعالي يا ابوي بيك. سلام. عليكم السلام. قاعدة بروحك عيل، وين أمي؟ يعني وين بتكون؟ بالسوق ولا الصالون؟ رايحة درس. لا أمي حدها درس أدري. تصدق عاد عيست وأنا أحاول أغير فيها بس ماكو فايدة. لا تحاولين ولا شيء، أمي بتظل نفس ما هي. زين أنت طلعتي مكان اليوم؟ وين أطلع يا حظي؟ كاني قاعدة بالبيت. أنت قلتي حد معاذ ما رضي؟ وي عاد معاذ أخوك. أصلا معاذ يبيني أقعد أسبوع بالبيت وما أطلع. أنا أكلمه، شنو قاعدين بسجن إحنا؟ لا لا ولي عافيك، لا تكلمه ولا شيء، اخاف تصير هوشه بينك وبينه وامي تقولنا انا السبب. يا حبيبتي يا عايشه، ليه متى بتتمين محبوسه في البيت؟ لين ابوي يرد بالسلامه. صدقين عاد خايف ابوي يرد.
سوي لي سالفة. ليش؟ أنت شو مهبب؟ ما قمت أروح مركز الشباب. ما أدري، خايف أبوي يوصل له خبر وتوهق. طول عمرك تروح المركز، شو اللي تغير الحين؟ أنا تغيرت عايشة، صار عندي ربع، أطلع معاهم، أروح، أستانس، ودي أقضي الوقت كله معاهم. بصراحة، أنا كنت أروح المركز بس عشان أرضي أبوي. ليش ما تقسم وقتك؟ بين المركز وبين ربعك ما فيها شيء. واللي ما له خلق يروح المركز، شو يسوي؟ وتغير صهيب، كبر. ما عاد الولد الصغير اللي يقدر أبوي يتحكم فيه. المشكلة أن أبوي وده يمشي الكل على طريقته وحسب ما هو شايفه صح. مو شرط تكون أنت يا يبا دايما صح، مو شرط. ميري، تتعرفين أمي؟ إيه، أنا من زمان موجود هنا. قبل أنت ماما الله يرحمها أنا موجود هنا حبيبتي. أمي كانت زينة؟ إيه، ماما سهر وايد زين. والله أنا أحب ماما سهر وايد. إن شاء الله ماما راح جنة. إن شاء الله يا رب. زين ميري، بقول لك أمي متى حملت فيني؟ ماما سهر سافرتي، ممكن واحد شهر اثنين وادري، أنا نسيتي حبيبتي. بس هي يجي تاني مرة حامل، يجي حامل يعني يجي كويت في حامل. انتي زين بقول لك، أمي كانت تحب أبوي، ما في جنجال؟ لا حبيبتي، ماما سهر واجد مسكين، ماكو شاود، مو مثل ماما فاطمة اللي طول سوي جنجال وسرق كله. زين بقول لك ماري، أنا ما أشبه أبوي. حبيبتي أنت مثل ماما سهر، مثل صورة. عشتوا؟ شو هالقعدة الرومانسية اللي قاعدينها؟ حضرتك هادة كل الشغل وقاعدة هني. ماما أنا من زمان شكل قلص. لا حبيبتي، خلود بيتعشى. ماما أنا سويت يا شاهد كلود. بيتعشى مرة ومرتين وثلاث، ماكل من بيت أبوك هو، قومي سوي له عشاء. شنو ماما اثنين مرة عشاء؟ يلا عاد لا ترددين، قومي في الزي، هذا اللي ناقص بعد البيت بيت أبونا وقاموا يحكمونا، يلا. ما 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 قاعدة على البحر. وين؟ ايه معبال شاي الضحى عيل، وين الكيك والحب؟ الحمد لله والشكر، قاعدة مع الخدامة عبالها رفيجتها. والله عاد ميري مو خدامة، لأن هي معانا هني بالبيت من زمان، فأنا عادها واحدة من الأهل. ايه لأنها من ريحة المرحومة، أشوف إيش لاصقة فيها. طبقة شنو نطبقه؟ فاطمة وافقة. تب بتعلمني يعني؟ مالت عليك، أشوني أنا مدخلتك مدرسة. والله لو لو بعد تب وجهك الحين. مالت طبقة شنو نطبقه؟